كنت خلقيت في الغابات ديال توم ليلين بالقرب من مدينه ازرو، وكنت تنحلم انني المهنه ديالي والحياه ديالي نزولها ونعيش دائما في الغابه وفي الطبيعه. والاصدقاء ديالي والناس اللي تعرفوني كلشي تيعيطوا لي طارزان طارزان، وكاين اللي تيعيط لي موكلي. السلام عليكم، معكم كريم بوطلاقه مرشد الفضاء الطبيعيه، وهذا هو السي في ديالي. انا قريت مدرسه موسى بن نصير في مدينه ازرون، بعد في اعداديات ادريس الاول والثانويه الطريق بن زياد العتيده في مدينه ازرون. من بعد ما خديت البكالوريا ديالي وحاولت ندير الدراسات ديالي الجامعيه في ماده البيولوجي، ظروف خاصه ما تمكنتش باش نتم. كنت نزاول اغلب الوقت ديالي في الغابه والطبيعه. حصلت واحد الصدفه انني تلاقيت مع واحد الرجل، واحد الاجنبي اللي كان مجلي في الغابه، يعني فاقد ما عرفش الطريق، وشاف العافيه ديالنا في وسط الغابه وجا تيسول على لا ديريكسيون باش يمشي للمدينه. وحنا حاولنا نتواصلوا معاه، ما كانتش عندي اللغه وغير بالاشارات، وريت له الطريق، ولكن هو كان بغى يدوز معنا واحد الوقت ويجلس معنا ديك الجلسه ديالنا. ومن بعد يعني درنا واحد لا سورتي اونسومبل، خرجنا للطبيعه ومشينا درنا واحد لا غوندوني في لا ريجيون. واحد 6 اشهر جا تيعاود يبحث عليا وتيسول في الكارتي، لقيتاش خدا لا كارت التصور ديالي وعرف المنطقه فين ساكن، ولا يجي يسول عليا دائما في الحي وتيقولوا ليه هذا طارزان كريم، راه طارزان راه تلقاه في الغابه، زعما كاينش ما تلقاوش في ازرو. وهذاك السيد كان هو ديريكتور ديال واحد تور اوبيراتور في لونجلتير، اللي جاب ان برودوي يعني باش يبيعوه في لو مويان اطلس في الغابات ديال ازرو. غادي تسالي القصه باش انني بديت تنخدم معاه، يعني هاد لو ميتي هذا ديال مرشد، واخا ما كنتش مرخص حقيقه، وانما خدمت معاه تابع الوكاله ديالو مع مرشدين مرخصين، كنت ديما تنأسيستيهم. وكان دائما الحلم ديالي هو انني نكون انا هو ذاك المرشد السياحي، يعني اللي تيجيري الرحله من من البدايه ديالها حتى النهايه ديالها. كان عندي الحظ ان في 2018 الوزاره ولا الدوله كانت قامت بواحد الادماج ديال الناس اللي عندهم تجربه بحالي، تجربه ميدانيه ويقدروا يبروفيوها وعندهم ان بون سي في. وفعلا في 2018 تحقق الحلم ديالي وليت مرشد سياحي ديال الفضاءات الطبيعيه. درت القابس، درت لاموزيك، يعني درت بزاف ديال الاعمال، هزينا الرمله، هزينا دونك هادو الاكتيفيتي ديالنا، كنا نحطبوا العواد الخشب يعني ونبيعوه للناس في الوقيته ديال البرد. دابا الحمد لله قدرت انني نقد واحد لو برودوي توريستيك ايكولوجيك سميتو موروكو ان اكسبلورد، وبه تنظم رحلات للزوار ديال المغرب. اللي عنده شي حلم ولا تيبغي شي حاجه ما خصوش دائما ما خصوش يعني يسمح في ذاك الحلم ولا ينساه، واخا تكون المعاناه واخا يكون يعني الظروف ما تتسامش، ولكن ديما خاصك ضروري تبقى في الحلم ديالك، لان ربي غادي يوصلك. الا كنتي تبغي شي حاجه غادي توصل ليها وربي غادي يعطيك.